الجزء للمحاضرة الثانية من مادة الشبكات العصبية. الهدف من المحاضرة هو طبعا التعرف على الـ Artificial Neural Networks، يعني خلينا نقول أكثر، يعني عمق تعريف بعمق أكثر، وأيضا نشوف الـ Characteristics مالتها، الخواص والـ Properties، وكذلك how we can learn يعني the neural networks، شلون نقدر نعلم هاي الشبكه العصبيه. Artificial neural networks هذا تعريف، بالنتيجه هو information processing system، هو عباره عن نظام لمعالجه المعلومات يمتلك يعني عده خطاط تشبه البيولوجيكال نيورال نتوركس، تشبه الشبكات العصبيه البيولوجيه، اصلا احنا استلهمناها منها. الشبكه العصبيه الاصطناعيه هو دائما هي يعني تسوي ماثمات، هو عباره عن عمليات رياضيه بالحقيقه، لان تشوفون سام يعني احنا حنستخدم الرياضيات، فلذلك شوفوها سهله، حتجون حتطبقون معادلات رياضيه، حتحسبون سام يعني حتحسبون نت، والنت قلنا عباره عن ويتد سام، بعد حتدخلوه على فانكشن، فاذا هي ماثماتيكال موديل بالحقيقه، هو نموذج رياضي لل يعني الادراك البشري او للنيورال بيولوجي او للشبكه البيولوجي. الارتفيشال نيورال نتوركس بيز اون اسبشن، تبنت على عده شنو افتراضات. الانفورميشن بروسيسنج اكيورز ات ماني سمبل ايمنس كوكي، ها اول واحده، وين تصير معالجه المعلومات؟ داخل فد عنصر نسميه الخليه. الشبكه متكونه من عده عناصر، اذا متكونه من اكثر من خليه، اكثر من نيرونز، هذا المصطلح جديد عليكم اللي هي الخلايا. سيجنال ار باس بتوين نيرونز، هسه الاشارات تتمر بين الخلايا، مين تفوت هاي الاشارات؟ على شنو تفوت؟ اوفر كونكشن لينكس، تفوت على يعني روابط تربط الخلايا مع بعضها البعض. Each connection link has an associated way. على كل لينك هذا موجود أوزان. كل نيورال يعني كل نيورون لازم تحسب نت. نت، شوفوا نت هاي NET. هي شنو هي النت؟ Multiplies the signal transmitted. هي احنا بنضرب الاشاره، السيجنالز هي الانبوت، خلينا نقول مالتنا السيجنال نضربها، بس بيش نضربها؟ نضربها مع الاوزان، وبعدين شو نسويها؟ نجمعها. واضح؟ يعني مثلا انا عندي نيرون بها ثلاثه انبوت، اكس 1 اكس 2 اكس 3. هاي الاكس 1 من حتفوت السيجنال اكس 1 تفوت لازم على لينك، تحتاج الى ويت 1، يعني اللينك هذا فاتت عليه لازم عليه وزن. الاكس 2 هم فاتت على لينك، تحتاج الى ويت اللي هو من هو الويت 2. السيجنال الثالثه اكس 3 فاتت على لينك ثالث، فتحتاج الى شنو؟ الى يعني شنو ويت 3. هسه عرفنا يا ابا، هسه هذا النت هي عباره عن ضرب، نضرب الانبوت ويا منو الويت، يعني اكس 1 دبليو 1 اكس 2 دبليو 2 اكس 3 دبليو 3 ضربناها، بس ها هي حتحسب النت عندنا؟ لا، نجمعها بالنهايه. Sum of weighted input signal، شوفوا sum of weighted، weighted يقصد شنو weighted؟ weighted input يعني مضروبه الانبوت ويا الويت، نجمعهم فيسموها الويتد sum، على مود اطلع الاوتبوت signal، بس هاي ما تطلع الاوتبوت، لازم عندنا action function ندخل عليها النت، هي هذه اللي جمعناها وضربناها، ما تكون النهائي، تدخل على action function دائما تكون نان لينير ليست خطيه، لانه اللينير هي المشاكل البسيطه، والنان لينير فانكشن تحل المشاكل الكومبلكس، مشاكل معقده، دائما تكون داخل نيرون اكو فانكشن، تكون اكتيفيشن فانكشن يسموها اكشن فانكشن، على اكثر يسموها داله التفعيل، هاي داله التفعيل اكتيفيشن فانكشن تكون دائما نان لينير. خلاص شلون نميز النيورال نتورك؟ يعني عندي هاي شبكه وعندي هاي شبكه، فانا شلون اميز هاي عن هاي؟ اول شيء اميزها بالاركتكتشر مالتها المعماريه. ثاني شيء بالتريننج ليرنينج الجوريثم، خوارزميه التعلم، يا استخدم يا نوع من خوارزميه التعلم. هل سوبرفايزد؟ هل
يعني تريننج ليرنينج يسموها الجوريثم، ليرنينج الجوريثم، يدربها ويعلمها. وعندنا الاكشن او اكتيفيشن فانكشن اللي هي دالك تفعيل. يعني الاركتكشر شنو معناته المعماريه؟ شلون الخلايا تتصفط؟ هل تتصفط على شكل يعني لير واحد، مستوى واحد، واحد جوا الاخ نيرون، لو تصير على شكل اكثر من لير؟ اوكي؟ يعني هنا نمط التوزيع الخلايا وارتباط، شلون تتوزع وشلون تختبر. الالغوريثم الليرنينج احنا قلنا شو وقت تتعلم الشبكه من الويتد مالتها تتغير. اذا طريقه الليرنينج الالغوريثم هي الخوارزميه اللي تحدد لي طريقه تحديد الاوزان على الكونكشن، الاوزان الموجوده على الكونكشن. محمد اموري ايش بيه؟ يوسف باسم ايش بيهم؟ توصل لي مسجات. اوكي هسه دخلوا. اوكي كمل المحاضره. اذا قلنا الكاركترستكس مالتنا شلون اميز خليه عن خليه اخرى من ناحيه الاركتكتشر المعماريه. شوف هسه مثلا الهوف فيلد متكونه من لينير، يعني تترتب على شكل عمود واحد من المستوى واحد، ون لاير اوف نيرونز مثلا. الباك بروبيجيشن لا، تتكون من at least يعني لازم اكو one header layer، يعني اكو مستوى بالوسط ال output وال output نيرون، وبالنص اكو في المستوى بالوسط، فلازم اكو header layer، وهذا يؤدي الى انه تكون المعماريه مالتي مال الشبكه تكون اكثر من layer. زين يعني التريننج ليرنينج الجوريثم هل هو سوبرفايز ان سوبرفايز، طريقه التعلم مالتي ام سيلف اورجنايزيشن. الاكتيفيشن فانكشن مثلا اني مثلا بالباد بروبيجيشن دائما استخدم داله يسموها سيجمويد. سيجمويد اوكي، داله السيجمويد تشتغل وين؟ ويا خايه الشبكه، غير هالشبكه تستخدم غير داله، غير داله تفعيل وهكذا. نحكي على بروبرتيز اوف ارتفيشال نيورال نتورك. دائما خواصها هي لها امكانيه الباراليزم. شنو باراليزم؟ المعالجة المتوازية. ليش؟ الانبوت كله دا يدخل at the same time للشبكة، دا يدخل الانبوت x1 x2 x3 x4، تدخل الانبوت للشبكة سوا، ودا تتعالج كلها كل وحدة بالخلية مالتها، فمعناته انه دا يصير عملية parallelism، معالجة متوازية. قابلية التعلم rather than programming، learning rather than programming. شنو يعني؟ اتعلم بدل ما ابرمج، واتكيف قابليه capacity of adaption، capacity of generalization، قابليه التعميم. ماكو نو بروبلم ديفينيشن، ما عندي تعريف للمشكله. الابستراكشن التجرد وسولفينج بروبلم وذ نويزي داتا، حتى لو كانت البيانات بيها نويز اقدر اشتغل وياها واحل المشكله. ايزي اوف كونستراكشن، سهله التركيب والتعلم. هي بالنتيجه ديستريبيوتد ميموري، هي عباره عن ذاكره موزعه وفول توليرنس متسامحه مع الخطا او مع الفشل. هذه هي الخواص مال البروبرتيز اوف ارتفيشال نيورال نتورك. نيجي على الليرنينج هسه. الليرنينج ان كيس نيورال نتورك از تو بي يوزد فور براكتيكال ابلكيشن، على مود اخلي الشبكه العصبيه تشتغل كتطبيق عملي، لازم اسوي فد اجراء جنرال بروسيجر، اجراء عام لازم كل الشبكات تمر بي. خطوات لازم اسويها، اول شيء لازم احدد من هم الانبوت فيكتور. انبوت فيكتور، شوف فيكتور فيكتور ليش؟ لان فيكتور يعني وان دايمنشن اراي، يعني انا هحدد فيكتور. شايفين شلون اكتب الفيكتور؟ قوس هذا القوس هذا بهالشكل. اقدر اكتب هالشكل هذا، هالشكل شوفوا هذا القوس. اوكي
هذا ححدد الاي 1 اعذروني يعني لانه اي 1 فارزه هالشكل، اي 2 هالشكل، الى فارزه اي ان. الشكل، وهذا عندي القوس، هذا فيكتور. فاذا الانبوت ماتي حيكون على شكل فيكتور اي 1 اي 2 اي 3 الى الاي ان ار بريزنت. الاوتبوت فيكتور ايضا الاي 1 اي اي 2 الى الاي ان، ايضا اكو عندي اذا انبوت فيكتور وعندي اوتبوت فيكتور. اذا لازم احنا بالسوبرفايز الاوتبوت نعرفه دائما. الاوتبوت فيكتور لازم ديزاير يسميه ديزاير. تدرون ليش؟ هسه انا مثلا مدرس بدي اعلمك، اعطيك مساله، هاي المساله انت انا اعرف الاوتبوت مالتها وانا واقفه عليك مشرفه، انت تحل اباوع عليك اقول لك هنا عندك خطا. ليش؟ انا عندي الاوتبوت موجود، اعرف الحل سابقا. فاذا انا من اجي اباوع عليك اقول انت وصلت للحل، ايش قد انت بعد لك خطا، ايش قد الايرور عندك، هل انت بعيد؟ اذا انت خطان بخطوه الايرور مالتك خلي يكون 6-10%. زين، على سبيل المثال لو انا عندي 10 خطوات بالاكزامبل مالتي او بالبروبلم مالتي، فاذا انا اجي اذا انت غيرت خطان بخطوتين فهو معناته عندي 20% بعيد ايرور مالتي. زين، وهكذا. اذا انا اقدر الايرور، شو عرفت انت خطان؟ غير قارنت مالتك الحل الاوتبوت مالتك ويا الاوتبوت اللي عندي الديزاير اوتبوت. زين، اذا اكو نوعين من الاوتبوت بالسوبرفايز، اكو نوع نسميه الاوتبوت اللي انت تحسبه بالشبكه، طلع لي اياه يعني. انت ستودنت طلعت لي اوتبوت، اني هسه اجي اقيم اشوف انت ايش قد الايرور مالتك، الايرور مالتك احسبه واشوف الخطا. شلون احسب الايرور غير اطرح الديزايرد اوتبوت اللي انت حسبته من الديزايرد اوتبوت؟ ابدي اطرح الاوتبوت اللي حسبته من الاوتبوت اللي عندي اطلع الايرور. اذا الايرور هو حاصل طرح الاكتوال اوتبوت. شو الاكتوال اوتبوت؟ الاوتبوت اللي انت حسبته، السجود اللي حسبه، الاوتبوت الفعلي from the شنو؟ يعني اطرحه subtract from the يعني الـ desired output اللي هو اللي انا اريد اوصل للنتيجه الحل النموذجي اللي عندي عند الاستاذ. ثاني شيء التوبولوجي. يعني شو التوبولوجي؟ هو معماريه توزيع النيرونز بالشبكه مالتي. اذا هذا ايضا لازم ابدي اصفط النيرونز. شو حتصفط النيرونز؟ يعني حتاخذ شكل ستار، تاخذ شكل يعني شكل اخر، شو حتاخذ الشبكه مالتي شكلها. زين، لازم امسحها نسوي ادو نفسي. زين، نرجع الى الويت. هسه الويت مالتنا هم نحتاجه، الويت ايضا هو فيكتور ترى، هو ار بي سيلكتد ان سيتش واي تو ذا نتورك بوزين. ابدي بالانيشال ويت، طبعا دائما الويت تكون اصفار بالبدايه، القيم يعني نبدي بيها صفر شبكه ولا بيها اي تعلم، تبدي الويت تزيد تاخذ قيم عاليه اذا الشبكه اذا بقت صفاره معناته انه الشبكه ما تتعلم عندي. فاذا الويت هي من الزيد اقول الشبكه تعلمت. زين، ايضا احتاج انه احدد الفانكشن يعني اكتيفيشن فانكشن، احدد البروسيجرز يعني اللي تخليني ليرن بروسيجرز اللي هي طريقه التعلم، هل هي سوبرفايز او سوبرفايز. اوكي، after the weights have been learned and the network becomes available it can be used as after be as after as desired. بعد ما اني طبعا الويت تبدي إذا تغير الزيد أقول إنه شبكة بدأت تتعلم وأقدر أستخدمها يعني حسب ما أرغب بي. هسه نجي الليرنينج أوف ويت. أنا قلت شو حخلي هذا الليرنينج أوف ويت؟ لازم بالبداية أعطي راندوم
قلنا الاوزار تكون راندوملي، يعني تخليها اي رقم اصفار مثلا، بدي بالصفر راندوم نمبر. الانبوت ايضا فيكتور حيكون اختار ما هي الانبوت فيكتور مالتي، احسب الاوتبوت. زين الاوتبوت هو شنو هو؟ الاوتبوت شو ححسبه؟ اول ما ادي عندي الانبوت وعندي الاوزان، الاوزان ويا الانبوت ينضربون وينجمعون تطلع الاكتوال اوتبوت او جي. زين هذا الاو جي اقارنه ويا الديزايرد، هذا الاو جي اكتوال الطالب حسبه، وهذا الاي جي هو الديزايرد يمك استاذ. اقارن اطرح واحد من اللاغ احسب ايرور، اذا كان الايرور صفر ليش يطلع صفر؟ لانه الاوتبوت كان يساوي الديزايرد، فماكو فرق بيناتهم، فالايرور طلع صفر. اسوي ستوب، اذا لا لازم اصلح الاوزان، احدث الاوزان وارجع مرت اللخ الى ستيب نمبر 2. واضح؟ نعم فيصل. Why you raise your hand؟ من الشات؟ ريتشي؟ فيصل؟ فيصل؟ كمل. هسه نجي الى انواع التعلم، learning types. قلنا اكو ثلاث انواع من التعلم، supervised unsupervised learning through self organization. شنو يعني supervised؟ يعني التعلم بوجود المعلم. unsupervised التعلم بعدم وجود المعلم او المشرف، ومن خلال self organization التنظيم الذاتي. شنو يعني supervised؟ هسه هذا سويت لكم اياه قبل شويه، هو supervised. سوبرفايز يحتاج إلى في كل خطوة لازم النظام يحسب output ويقارنها بالديزايرد. الويت يتغير وفق فورمولا معادلة مثل عندنا دلتا رو. إذا output كان يساوي الديزايرد output، الأكتوال يساوي الديزايرد، معناته الشبكة تتعلم. إذا لا ما كانت ان ايكوال لازم تتحدث الأوزان وفق فورميلا معينة مثل دلتا رو. اوكي هسه هناخذها بالمحاضرة القادمة، شلون نحدث الأوزان بالاعتماد على الدلتا رو. زين هذه يسموها learning under a teacher، تعلم باستخدام وجود المعلم. ليش؟ لأنه لازم احنا نعرف الاوتبوت مالتنا، نعرف الـ contents to be learned، ما هي النتيجة مالتنا اللي نتعلمها. زين وننظمها بطريقة انه دائما الطالب يبدي ما يعرف يبدي يغلط يغلط يغلط، نعلمه نعلمه نعلمه. شلون نعلمه؟ نقول له انت خطأان، مالتك الايرور صار 30%، مالتك الايرور صار 20%، مالتك الايرور صار صفر. اذا انت تعلمت انتهى الموضوع، حليت صار حلك يشبه حلي. اوكي فهذا يسموه التعلم بوجود المشرف. Unsupervised here the final correct vector output vector is not specified، يعني ماكو عندي output نهائي، يعني desired output ما موجود، ما اعرف الحل النموذجي للمسألة مالتي. انا ايش اقول؟ ابدي بحل، ابدي بانبوت، احسب output، هذا الاوتبوت اجي يعني احسبه، اشوف whether the output calculated، يعني هسه انا محتبت اوتبوت مبدئي بالانبوت ماتش الاول، ارجع مرت له اغير الاوزان كيفي واحسب اوتبوت، اقارن الاوتبوت القديم مع الاوتبوت الجديد. هسه اشوف اذا الاوتبوت القديم احسن من الاوتبوت الجديد اخذه، اذا أسوأ اهم لي. يعني اول خطوه اسويها ابدي باوزان وابدي بانبوت راندوملي،
احسب اوتبوت. هسه الاوتبوت حسبته اكتوال عندي، انا ما عندي ديزاير هنا، فش اسوي؟ اعدل الاوزان بكيفي واحسب اوتبوت جديد. صار عندي تو اوتبوت، اوتبوت القديم والاوتبوت الجديد، اقارن الاوتبوت القديم مع الجديد. اذا كان الاوتبوت الجديد احسن منه نتائجه، اهمل القديم واعتمد الجديد. اذا لا، الجديد اسوء من القديم، لا اهمل القديم واعتمد الجديد، وهكذا. Here the correct final vector is not specified. ما عندكم output vector desired. But instead the weights are changed. الأوزان يتم تعديلها randomly. نجي نحسب باستخدام الـ evaluation function أو الـ activation function، نحسب الـ output. بعدين نغير الأوزان the changed weights واحسب output جديد. أشوف هل الاوتبوت better than the previous one؟ هل هو احسن من القديم؟ In this case the change weights are stored. اخزن الويتس مالتي واقول هي هاي الزين. اما اذا لا it's forgotten، اهملها. This type of learning is also called reinforcement learning. هذا نوع من التعلم يسمى التعلم بالاجبار. Reinforcement، اوكي؟ هذا self organization، هذا يعتمد على تنظيم، يتنظمون الخلايا على شكل شبكة. زين؟ يجون يشوفون. كلهم مرتبطين طبعاً، كل واحد معهم يحسب output. كل واحد من ذول النيرون يحسب output مالته. يشوف هذا output مالته. هل هو يعني يعني خلينا نقول احنا عندنا الانبوت اللي دخل، وكل واحد يشوف الويت عنده اوزان راندملي، اوزان راندملي هذني الخلايا، اوزان راندملي. هذا الانبوت اللي دخل نحسبه ايش قد بعيد عن الويت مال كل شبكه؟ كل اذا كل نيرون، كل خليه هي تسوي تيست الروحة. مثلا اني الانبوت مالتي دخل واني جيت وقلت اني كلش بعيده عن البعد مالتي عن الانبوت طلع خمسه. غيري خليه اللي بصفي قالت البعد باتي على الانبوت ثلاثه، فمعناته يعني هي اقرب مني للانبوت، فهي تصير الونا. شو تصير؟ الفائزه، فازت علي. يتنافسون، هي ذيس كومبيتيشن بتوين النيرونز، من اللي فائزه؟ هي تقول انا فائزه. هاي الفائزه هي اللي تحدث مالت الاوزان بس، البقيه ما يحدثون. هذه اللي تعتمد على النيبر هود ايضا، مو بس هي تحدث اوزانها، حتى جيرانها ممكن ان يحدثون اوزانهم، فتعتمد على الجيره. ايش قد قريبه النيرون من الاوبوت باتر، من الانبوت ايش قد قريبه. طبعا هذا يعني حناخذها ان شاء الله، هنا ما اعاكس الفكره بصوره صحيحه، على قدكم هواي اشياء تعتمد اذا على الوينر نود، من هي الفائزه، من هي النود اللي تفوز، هي اللي تحدث اوزانها، وليس فقط هي اللي تحدد اوزانها، also all the neurons that in neighboring hood جيرانها يحدثوا اوزانهم، لكن الجيران الاقرب يحدث اوزان اكثر من الجيران الابعد. واضح؟ ان شاء الله حناخذها بالتفصيل، لان هذا ما يعكس الموجود حقيقه، ما موجود ان شاء الله بالخوارزميه والكوهينيان اللي هو self organization، هو مثال على هذه الشبكه. شكرا طلاب، اليوم خلصنا المحاضره مالتنا. So stop the recording.